السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم ميس مروة السيد تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. درسنا اليوم هو درس قراءة بعنوان زيارة ومفاجأة. زيارة ومفاجأة يعني شخص هيزور شخص. طب تعالوا نتعرف كده، أو الشخص بيزور مكان. طب مين الشخص وهيزور ايه المكان اللي ممكن يزوره، وما المفاجأة التي ستحدث لهذا الشخص في هذا المكان؟ هنعرف كل ده عن طريق الدرس بتاعنا. تمام كده، تعالوا نقرأ الفقرة الأولى ونتعرف هنا مين الشخص وهيزور مكان ايه. جلست مريم مع أصدقائها في المدرسة وقالت لهم إنها سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى 57357. يبقى أول حاجة خالص، ها، جلست مريم مع من؟ جلست مريم مع أصدقائها، ها أصدقائها فين؟ في المدرسة. يبقى مع من جلست مريم؟ جلست مع أصدقائها في المدرسة. تمام، وماذا قالت لهم؟ قالت لهم أنها سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى 57357. طب ميس، احنا الرقم ده بنسمعه، او المستشفى دي بنشوف اعلانات كتيرة عنها في التلفزيون، هي المستشفى دي ايه؟ قالك مستشفى 57357، خلي بالك من الرقم، ها، 57357 عشان ننطقه صح ونكتبه صح. طب المستشفى دي مستشفى ايه؟ لعلاج ايه؟ قالك لعلاج الاطفال المرضى بايه؟ بمرض السرطان. يبقى المستشفى دي، ها تاني، خلي بالك، ماذا تعرف عن مستشفى 57357؟ قلنا لعلاج الأطفال المرضى بمرض السرطان. خلاص كده، يبقى قلنا تاني، مع من جلست مريم؟ جلست مع أصدقائها في المدرسة. ماذا قالت لهم؟ قالت لهم أنها سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى 57357. ماذا تعرف عن مستشفى 57357؟ هي مستشفى لعلاج الأطفال المرضى بمرض السرطان. تمام كده؟ طب مع من ستذهب مريم إلى المستشفى؟ مع والديها. والديها اللي هي إيه؟ والدها ووالدتها، اللي هو الأب والأم. تمام كده؟ طب متى سيكون ذلك؟ قالك يوم الخميس القادم. ميس اشمعنى الخميس؟ لماذا يوم الخميس؟ قالك لأنه عطلة رسمية، لأنه إيه؟ عطلة رسمية. يعني عطلة؟ يعني إجازة، يعني عطلة إجازة. خلاص كده، يبقى احنا عرفنا هنا في الجزء الأولاني ده، مريم جلست مع أصدقائها، أخبرتهم بمستشفى 57357 لعلاج الأطفال المرضى بمرض السرطان، كمان عرفتنا إن هي ستزور هذه المستشفى بصحبة والديها ويوم الخميس القادم، وقالت لنا سبب ان يوم الخميس بالاخص لانه ايه؟ اجازة رسمية. تمام كده؟ طب تعالوا ناخد المعاني او اللغويات الموجودة في الجزئية دي. جلست مضادها وقفت، اصدقائها مضادها ايه؟ اعدائها. يبقى اصدقاء مضادها اعداء، واصدقاء مفردها صديق. تمام كده؟ يبقى اصدقائها مفردها ايه؟ صديقها. مدرسة جمعها المدارس، قالت لهم انها سوف تقوم بزيارة، جمع زيارة ايه؟ زيارات. تمام كده؟ طب مستشفى جمعها مستشفيات. مع والديها اللي هو الاب والام، يوم جمعها ايام، القادم يعني المقبل، ومضادها الماضي، عطلة يعني إجازة، ومضادها عمل، تمام. عطلة جماعة عطلات، رسمية هنا يعني حكومية، الرسمية مراد بها إيه؟ حكومية. طب تعالوا نعرف كده هتاخد معاها إيه؟ رايحة المستشفى تزور أطفال مرضى، طب سوف تأخذ معها بعض الهدايا للأطفال، بعض الهدايا للأطفال. تمام، وعرضت عليهم الفكرة، عرضت على مين؟ على أصدقائها فكرة. طب ما الفكرة التي عرضتها مريم على أصدقائها؟ قالك إيه؟ فكرة زيارة مستشفى 57357. تمام كده؟ طب ما رد فعلهم على، أو ما رأيهم في هذه الفكرة؟ رحبوا بها، استحسنوا الفكرة. يبقى ما رأي الأصدقاء على هذه الفكرة؟ رحبوا إيه
بها جميعا، يعني استحسنوا الفكرة واقترح أن يقوم كل واحد منهم بزيارة مماثلة على مدى الأسابيع الثلاثة القادمة. تمام كده، يبقى قلنا رحبوا بالفكرة، وكمان اقترحوا أن يقوم كل واحد منهم بزيارة مماثلة على مدى الأسابيع الثلاثة القادمة. طب يعني ايه رحبوا؟ قالك رحبوا يعني استحسنوا. رحبوا يعني ايه؟ استحسنوا، مضادها رفضوا، مضادها رفضوا. تمام، جميعا دي عائدة على مين؟ على الأصدقاء، أصدقاء مريم في المدرسة. واقترحوا أن يقوم كل واحد منهم بزيارة مماثلة مشابهة، مماثلة مشابهة، مماثلة مشابهة، ومضادها مختلفة، مضادها مختلفة. يعني زيارة مماثلة يعني زيارة مشابهة لزيارة مريم للمستشفى. طب على مدار ايه؟ على طول ايه؟ قالك الاسابيع، اسابيع مفضة اسبوع، الاسابيع الثلاثة القادمة. طب القادمة قلنا قادم يعني مقبل، يبقى قادمة يعني مقبلة، ومضادها الماضية. خلاص كده شباب، يبقى احنا اخدنا في الفقرة دي، عرفنا ان مريم ستزور مستشفى 57-53، عرفنا ان مستشفى 57-53 دي لايه؟ لعلاج الاطفال المرضى بمرض السرطان. تمام كده، وعرفنا ان هي ستأخذ معها ماذا؟ ستأخذ معها، ستأخذ معها بعض الهدايا للاطفال، ستأخذ معها ايه؟ بعض الهدايا للاطفال. وعرفنا كمان ان اصدقائها او زملائها رحبوا بايه؟ بهذه الفكرة، وانهم سيقومون بزيارة مشابهة لهذه الايه؟ الزيارة. تمام كده، قالك في صباح يوم الخميس توجهت مريم مع في صحبة والديها ومعها بعض الهدايا الى المستشفى. مريم صباح يوم الخميس الصبح كده راحت هي وباباها ومامتها، راحوا فين؟ المستشفى. صحبة هنا يعني رفقة، صحبة رفقة، صحبة رفقة. ها، صباح مضادها مساء، صباح مساء، جمع يوم أيام. توجهت ذهبت، توجهت ذهبت، ومضادها رجعت، ومضادها رجعت. تمام، ها، صحبة من؟ صحبة يعني رفقة، صحبة يعني رفقة. تمام، صحبة من؟ قلنا والديها. تمام، والدها ووالدتها. تمام، ومعها ايه؟ قلنا بعض الهدايا الى المستشفى. هدايا قلنا مفردها هدية، مستشفى جمعها مستشفيات. تمام، كيف وجدت المستشفى؟ تعالوا بقى مريم هنا توصف لنا المستشفى كانت عاملة ازاي. قالك وجدته غاية في الجمال والنظام. يبقى وجدته ايه؟ غاية في الجمال والنظام. الطرقات واسعة ونظيفة، المكان هادئ تماما، حجرات المرضى الزجاجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. ايه ده يا ميس؟ ده ايه الجمال ده؟ تعالوا نشوفوا كده، غاية يعني ايه؟ يعني منتهى. يبقى كيف وجدت المستشفى؟ في منتهى الجمال. مضاد الجمال ايه؟ القبح. طب والنظام، نظام مضادها فوضى. طب هي وجدتها فوضى ولا نظام؟ لا، فيها نظام. الطرقات، ها، مفرد طرقات، طرقة، خلي بالك، ها، الطرقات دي اللي احنا بنلاقيها في البيت كده بتوصل بين الغرف بتاعتنا. تمام، الطرقة دي اللي بتبقى بين الغرف، ماشي، بيبقى موجود فيها الغرف، خلي بالك. طرقات مفردها طرقة. الطرقات مالها؟ واسعة، ضد واسعة ضيق، ضيقة. نظيفة، ضدها ايه؟ قذرة. طب المكان هادئ تماما، هادئ مضادها ايه؟ مضطرب وصاخب، في دوشة كده. طب المكان هنا فيه دوشة؟ لا، ده هادئ جدا. المكان جمعها الأماكن. تمام، حجرات المرضى كيف هي؟ ها، حجرات المرضى الزجاجية مالها؟ مجهزة، معدة، مجهزة، معدة، مجهزة، معدة بإيه؟ بأحدث الأجهزة الطبية، بأحدث الأجهزة الطبية. أحدث مضادها أقدم، أحدث أقدم. أجهزة مفردها جهاز، أجهزة مفردها جهاز. حجرات مفردها حجرة، حجرات مفردها حجرة. المرضى مفردها مريض، المرضى مفردها مريض. ها، ومضادها الأصحاء، ومضادها أصحاء. طب كانت مريم، تعال نكمل كده، كانت مريم تتنقل أو تنتقل بين ردهات
رادهات المستشفى بتتحرك كده بين رادهات. ايه رادهات دي؟ يعني صالات. رادهات يعني ايه؟ صالات، ومفردها رادها. مفردها ايه؟ رادها. في مشكلة؟ تتحرك بين صالات المستشفى تزور الاطفال المرضى، بتتحرك كده وتروح تغرف المرضى وتبدأ ان هي تزورهم، تمام. وكانت تعطي هدية لكل مريض. يبقى ماذا كانت تفعل مريم مع الأطفال المرضى؟ كانت تعطي لكل مريض هدية، تدخل حجرته، تسأل عن أحواله، وتمنحه ابتسامة. إيه ده؟ يبقى ماذا كانت تفعل مريم مع الأطفال المرضى؟ تدخل حجرة كل مريض وتعطي له هدية وتسأل عن أحواله وتمنحه ابتسامة. خلي بالك إن دي من آداب زيارة المريض، ان انا بعطيه هدية، بسأل عن احواله وامنحه ابتسامة. يعني امنحه ابتسامة؟ ها يعني تبتسم له. امنحه ابتسامة يعني ايه؟ تبتسم له، تمام كده. طب مين سيالته تبتسم له؟ ها ليه؟ فرحانة فيه مثلا؟ لا يا حبيبي، هي ايه بتعمل ايه بتبتسم له ليه؟ قالك لعلها تخفف مما يشعر به من الام وايه وتعب. الابتسامة دي بتجعل المريض ها بتتخفف عنه الالام والايه والتعب. الحاجة الألم والتعب اللي بيحب يشعر بيه أو بيحس بيه، هي بتخفف أي عنه الآلام دي، تمام كده؟ تمام. يبقى قلنا تمنحه ابتسامة يعني تبتسم له، قلنا تنتقل يعني تتحرك مضادها تثبت، خلاص؟ قلنا بعد كده جمع حجرة حجرات، جمع ابتسامة ابتسامات، تخفف يعني تقلل مضادها تزيد، تمام. قلنا بعد كده يشعر يعني يحس، يشعر يعني يحس. آلام مفردها ألم، آلام مفردها ألم، والآلام اللي هي الأوجاع، خلاص كده. وتعب مضادها راحة، تعب مضادها إيه؟ راحة. وفجأة هنا بقى هتبدأ المفاجأة. إحنا كل ده اتكلمنا عن الزيارة، هنا هتبدأ مفاجأتي. ويقول لك إيه؟ وفجأة على غير توقع. يبقى فجأة معناها إيه؟ على غير توقع، حاجة أنت مش متوقعها، تمام. بتحصل لك ماما عامله لك مفاجاه، يبقى انت عامله لك حاجه انت مش عارف هي ايه ومش متوقع. طب فجاه على غير توقع، مضادها توقع. لمحت مريم من خلف الزجاج مريضه جالسه في هدوء. هي بتمر كده في حجره عند حجرات المرضى، فوجدت مريضه، المريضه دي جالسه في هدوء فوق سريرها، ضمت ركبتيها اسفل ذقنها متطلعة إلى جدران حجرتها في المستشفى في شروط. يبقى لما يقول لك صف حال المريضة التي رأتها مريم من خلف الزجاج، ها مريضة جالسة في هدوء فوق سريرة، تمام، ضمت ركبتيها إلى أسفل ذقنها. طب إيه كمان؟ قال لك متطلعة يعني ناظرة إلى جدران حجرتها في المستشفى في شروط. شروط هنا يعني عدم تركيز، شروط يعني إيه؟ عدم تركيز، تمام كده، ومضادها تركيز. ولمحت يعني رأت، لمحت يعني ايه؟ رأت. وهدوء سكون، هدوء يعني سكون، تمام. طب انها ها لم تصدق مريم عينيها. من هذه المريضة؟ انها فاطمة زميلتها في المدرسة. ايه ده؟ المفاجأة هنا ان المريضة دي اللي موجودة في حجرتها جالسة تتطلع او تنظر الى جدران حجرتها في شروط في عدم تركيز. دي مين دي؟ طلعت ايه؟ فاطمة صديقة مريم زميلتها في المدرسة منذ العام الماضي، كانت معها في المدرسة ايه؟ منذ العام الماضي، والتي كانت مريم تعتقد انها انتقلت الى مدرسة اخرى. يبقى مريم تعرف ان فاطمة مريضة؟ لا. ما المفاجأة التي تفاجأت بها مريم؟ انها وجدت ايه؟ فاطمة مريضة في المستشفى. مين فاطمة؟ زميلة مريم في المدرسة منذ العام الماضي. طب ماذا اعتقدت مريم عندما لم تجد فاطمة في بداية العام؟ اعتقدت انها انتقلت ايه؟ الى مدرسة اخرى، فهي لم تراها منذ بداية الايه؟ الدراسة، تمام كده. تعالوا ناخد اللغويات اللي اخدناها في الجزء ده. قلنا فجأة على غير توقع، ومضادها توقع. لمحت رأت، لمحت ايه؟ رأت. خلف مضادها امام. جالسة مضادها واقفة. هدوء سكون. فوق مضادها تحت. سرير جمعها اسرة وسرر. ضمت
ركبتيها جمع ركبة ركب، أسفل ذقنها تمام جمع ذقن أذقان، متطلعة موظرة إلى جدران مفردها جدران، حجرتها جمع حجرة حجرات، مستشفى قلنا جمعها إيه مستشفيات، شرود يعني غير تركيز تمام أو عدم تركيز ومضادها تركيز، تصدق مريم عينيها جمع عين عيون، قلنا فاطمة زميلتها جمع زميلتها زميلاتها، جمع مدرسة مدارس، جمع عام أعوام، الماضي مضادها إيه القادم تمام كده، والتي كانت مريم تعتقد تظن أنها انتقلت إلى مدرسة جمع مدرسة مدارس تمام كده، أخرى أخر جمعها أخر، بداية مضادها إيه نهاية. تعالى بقى نكمل. فتحت مريم باب الحجرة بهدوء قائلة فاطمة ثقتي فاطمة العزيزة لم أتوقع أن أراك هنا، كيف حالك منذ متى وأنت هنا؟ فتحت مريم باب الحجرة حجرة فاطمة وبدأت تتحدث مع مين؟ مع فاطمة تمام كده. رفعت فاطمة أو رفعت المريضة فاطمة رأسها ناحية الصوت، عايزة تعرف صوت مين ده، وهبت من سريرها يعني أسرعت بالوقوف وقفت بسرعة. من؟ مريم. مريم. ودار بينهما إيه؟ حوار ممتد. حوار ممتد يعني حديث طويل. حوار ممتد يعني حديث طويل. مضاد ممتد قصير أو متقطع. بدأته فاطمة بقولها إيه؟ بتقول إيه؟ أحمد الله على ما أنا فيه، يعني تشكر الله على إيه؟ ما حدث له. تمام كده، يبقى أحمد الله يعني إيه؟ أحمد الله يعني أشكر الله. وبدأته مضادها ختمته، وختمته مضادها بدأته. ختمته مريم اللي هو الحوار ده، ختمته مريم بقولها سأزورك الأسبوع القادم إن شاء الله. يبقى احنا أخدنا هنا إيه؟ إن مريم قابلت فاطمة في المستشفى وكانت هذه مفاجأة لمريم، وبدأ بينهما حوار ختمته مريم بالإيه؟ بأنها ستزور فاطمة الأسبوع القادم إن شاء الله. تعالى نعرف إيه اللي هيحدث، ماذا سيحدث بعد ذلك. عرفت مريم، مريم تحدثت مع الطبيب المعالج، المعالج هنا يعني المداوي، الطبيب اللي بيعالج فاطمة، فتحدثت مريم معه فعرفت أن فاطمة أصيبت بهذا المرض الخطير منذ منتصف الإجازة الصيفية الإيه؟ الماضية. يبقى متى أصيبت فاطمة بهذا المرض؟ منذ منتصف الإجازة الصيفية الماضية. تمام. سألت سؤال كمان، السؤال تساءلت مريم لما تغير شكلها؟ ليه تغير شكل فاطمة وتساقط معظم شعر رأسها؟ الطبيب سيجيب عليها ويقول إيه؟ أجابها الطبيب إن هذا يحدث غالبا نتيجة تناول الأدوية القوية المفعول في المرض ده عشان يعالجوه، فبيدوا أدوية، الأدوية دي بتكون قوية التأثير، يبقى المفعول هنا يعني إيه؟ التأثير، تمام كده؟ يبقى مفعول يعني التأثير، وتغير يعني تبدل، تغير يعني تبدل، جمع شكل أشكال، جمع شكل أشكال، تمام. خطير قلنا مهلك أو يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الإيه؟ الهلاك، تمام؟ جمع رأس رؤوس. يبقى قلنا لما تغير شكل فاطمة؟ لأنها تتناول ها أدوية قوية المفعول، تمام؟ فقالت مريم الحمد لله أن فاطمة ما زالت جميلة الملامح. الملامح دي اللي هي قسمات الوجه، قسمات الوجه، ملامحك جميلة، فهي بتقول إن فاطمة ما زالت إيه؟ ملامحها جميلة، تمام كده؟ تمام. جميلة مضادها قبيحة، وملامح مفردها ملمح، رغم كل شيء، رغم أي حاجة أو الأدوية اللي هي بتاخدها، بس ملامح فاطمة إيه؟ ما تزال أو لا تزال إيه؟ لا تزال جميلة. سوف أجعل كل تلاميذ الفصل يأتون لزيارتها الأسبوع القادم، ده أنا هخلي كل أصدقائي في المدرسة يزورون مين؟ فاطمة الأسبوع القادم. ده اقتراح اللي قالته مين؟ مريم. طب الطبيب هيوافق عليه؟ قال الطبيب مبتسما لن تسمح إدارة المستشفى بكل هذا العدد، العدد هيبقى كبير جدا، عندي اقتراح أفضل. يبقى الطبيب رفض اقتراح مريم لأن إدارة المستشفى لن تسمح بإيه؟ بكل هذا العدد، واقترح اقتراح. ما الاقتراح الذي اقترحه الطبيب؟ ها
الاقتراح أرى أنه من الأفضل لعلاج فاطمة أن تذهب هي لزيارتكم في المدرسة. تروح فاطمة هي لتزوركم فين؟ في المدرسة. فقد لاحظت منذ فترة أن استجابتها للعلاج لم تعد قوية. استجابة فاطمة أو قبولها للعلاج لم تعد قوية، ضعف، تمام كده، وأنها دائما شاردة وصامتة، دائما مش مركزة، مش منتبهة وسكتة. خلاص كده. يبقى ما الاقتراح الذي اقترحه الطبيب؟ اقترح الطبيب أن تذهب فاطمة لزيارة أصدقائها في المدرسة. تعالوا ناخد اللغويات اللي أخذناها في الجزء ده. ها قلنا جميلة مضادها قبيحة، قلنا الملامح قسمات الوجه ومفردها ملمح، جمع شيء أشياء، تلابيز مفردها تلميذ، جمع فصل فصول، مبتسمة مضادها عابسا، تسمح مضادها تمنع، تمام كده. إدارة جمعها إدارات، عدد جمعه أعداد. الاقتراح قلنا بعد كده علاج فاطمة أن تذهب هي، مين هي دي؟ فاطمة، ده ضمير غائب يعود على فاطمة، تمام. استجابتها يعني قبولها مضادها رفضها. قلنا قوية مضادها ضعيفة، شاردة يعني غير منتبهة ومضادها منتبهة، تمام كده. بعد كده صامتة مضادها متكلمة أو متحدثة. خلاص. وقد رأيت كم أشرق وجهها. الطبيب لاحظ إن فاطمة عندما رأت مريم أشرق وجهها ببريق الفرحة. لما بتكون فرحان وجهك بيلمع، يبقى أشرق وجهها يعني لمع وجهها، وجه فاطمة، من الفرحة، تمام كده. مضاد الفرحة الحزن، عندما وجدتك أمامها، ومضاد أمامها خلفها، تمام كده. تعالوا بقى نتعرف على لغويات أو نراجع مع بعض اللغويات اللي أخدناها فين؟ في الدرس. تعالوا نتعرف مع بعض اللغويات اللي أخدناها في الدرس. أول جدول عندي الكلمة مرادفة. أخدنا القادم يعني المقبل، عطلة يعني إجازة، رسمية المراد بها حكومية، عرضت اقترحت، رحبوا استحسنوا، شرود عدم تركيز، هبت وقفت بسرعة، مدى مدار أو امتداد، تغير تبدل، تساقط وقع، غالبا كثيرا، تخفف تزيل عنه، يشعر يحس، آلام أوجاع، شرود عدم تركيز، ناحية جهة، متطلعة تنظر بتركيز، توجهت قصدت، اندفعت اتجهت بسرعة. مرادفة، مماثلة مشابهة، غاية منتهى، الطرقات الممرات، مجهزة معدة، ختمته أنهته، حوار حديث، ممتد طويل، ردهات يعني صالات، تناول أخذ. الأجهزة، الأدوات الطبية، تمنحه ابتسامة تبتسم له، المفعول التأثير، الحمد الشكر، الملامح قسمات الوجه، اقتراح رأي، استجابتها قبولها، الخطير المهلك، عرضت قدمت، صحبة مرافقة أو رفقة، تعتقد تظن، ختمته أنهته. الكلمة ومضادة، رحبوا رفضوا بشدة، القادمة السابقة، نظيفة قذرة، اندفعت تراجعت، هبت توقفت أو تكاسلت، دي المضاد بتاعنا، تمنحه تمنعهم، ممتد منقطع، ممتد منقطع أو قصير، هادئ مضادها مضطرب أو صاخب، تنتقل تثبت، شرود انتباه، تعب راحة، هادئ مزعج، امتلأت خلت، مريض معافى، تخفف تزيد، ختمته بدأته، مماثلة مختلفة، تعتقد تشك، رفعت خفضت. الكلمة والجمع، ناحية جمعها نواحي، وعد وعود، الفكر، واحد وحدان، سرير أسرة أو سرر، ركبة ركب، ذقن أذقان، زميلتها زميلاتها، قول أقوال،
أسبوع أسابيع مماثلة مماثلات صباح أصباح غاية غايات وغاي هدية هدية هدايا عطلة عطلات ردها ردهات النظام الأنظمة المكان الأمكنة مريض مرضى تعب أتعاب حوار حوارات أخرى أخر حال أحوال إدارة إدارات العدد الأعداد الفترة فترات اقتراح اقتراحات الصوت الأصوات. ده اللي احنا اخدناه في الدرس بتاعنا. طب تعالى الكلمة ومفردها. أصدقاء مفردها صديق. الهدايا الهدية. الأجهزة الجهاز. الأدوية الدواء. الأسابيع الأسبوع. تلاميذ تلميذ. ردهات ردها. أحوال حال. آلام ألم. الملامح الملمح. جدران جدار. تمام كده؟ يبقى احنا كده رجعنا مع بعض ايه لغويات الجداول واللغويات بتاعتنا اللي احنا اخدناها في الدرس. بعد المناقشة، السؤال والإجابة على الدرس. أول سؤال بيقول ايه؟ لماذا ستذهب مريم إلى مستشفى 57-357؟ ها؟ ليه مريم هتذهب إلى مستشفى 57-357 ولما في هذا اليوم؟ ستذهب لتوزع بعض الهدايا على المرضى. تمام؟ طب ولما في هذا اليوم؟ هو ايه يوم؟ قال لك يوم الخميس. طب لماذا ستذهب في يوم الخميس؟ قال لك لانه عطله رسميه اجازه. تمام كده؟ السؤال الثاني بيقول ما رد فعل زملاء مريم عندما عرضت عليهم فكره الزياره؟ ها رحبوا بها جميعا واقترح ان يقوم كل واحد منهم بزياره مماثله على مدى الاسابيع الثلاثه القادمه. كل واحد رحب بالفكرة واقترحوا كمان ان كل واحد هيذهب ايه سيذهب الى المستشفى او يزور المستشفى على مدى الاسابيع الايه الثلاثة القادمة. السؤال الثالث بيقول ماذا كان مع مريم وهي في زيارتها للمستشفى؟ كان معها ايه؟ كان معها هدايا للمرضى. يبقى كانت اخذ معها ايه؟ هدايا للمرضى. تمام. اربعة صف لنا مستشفى كما فهمت من الدرس. ها قلنا المستشفى كانت في غاية. ها غاية في الجمال والنظام، يعني في منتهى الجمال والايه والنظام. الطرقات واسعة ونظيفة والمكان هادئ تماما. حجرات المرضى زجاجية مجهزة بأحدث الأجهزة الايه الطبية. تمام. السؤال الخامس بيقول ماذا كانت تفعل مريم عندما كانت تنتقل في ردهات المستشفى؟ ها كانت تزور المرضى وتوزع عليهم الهدايا وتمنحهم ابتسامات. تمام. وتسأل عن أحوالهم. يبقى المفروض احنا بنزور المرضى بنوزع عليهم الهدايا وكمان بنمنحهم ابتسامة. تمام. وبتسأل عن أحوالهم. طب تمنحهم ابتسامة ليه؟ لتخفف عنهم آلمة. تمام كده. طب رقم ستة لماذا كانت تفعل ذلك اللي احنا قلنا دلوقتي؟ ها حتى تخفف مما يشعر به المريض من ألم وتعب، عشان تخفف عنه الايه الألم والتعب. طب السؤال السابع عندي بيقول ما المفاجأة التي كانت تنتظر مريم وهي تنتقل في المستشفى؟ ها ايه المفاجأة اللي انتظرت مريم وهي بتتنقل في المستشفى؟ قال لك رأت مريم زميلتها فاطمة بين المرضى. زميلتها دي مين فاطمة دي؟ قال لك زميلتها فاطمة كانت معها فين؟ في المدرسة. وكانت مريم تعتقد أو تظن أنها انتقلت إلى مدرسة إيه؟ أخرى. السؤال الثامن بيقول صف لنا حال فاطمة كما رأتها مريم. عندما رأتها مريم ها كيف كان حالها؟ كانت مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها ضمت ركبتيها إلى أسفل ذقنها. تمام كده. يبقى كانت ايه جالسة في هدوء فوق سريرها ضمت ركبتيها الى اسفل ذقنها متطلعة الى جدران حجرتها. تمام. في المستشفى في شرود يعني عدم تركيز. السؤال التاسع لماذا كانت هذه مفاجأة؟ ها لانها كانت تظن. مين دي اللي كانت تظن؟ مريم كانت تظن ان فاطمة انتقلت لمدرسة اخرى عندما لم تجدها في بداية العام ولم تظن انها ايه مريضة.
هي ظنت واعتقدت انها انتقلت الى مدرسة اخرى. السؤال العاشر، كيف قابلت مريم فاطمة؟ ها، اندفعت كل منهما نحو الاخرى في عناق طويل. كل واحدة فيها اندفعت الى الاخرى وهما ايه بيعانقوا بعض عناق ايه طويل جدا. سؤال 11، بأي شيء بدأ الحوار الطويل وبماذا انتهى؟ بدأ الحوار بين فاطمة ومريم، بدأته فاطمة بقولها أحمد الله على ما أنا فيه، وختمته مريم بقولها سأغرق الأسبوع القادم إن شاء الله. سؤال 12 عندي بيقول، بما وعدت مريم زميلتها فاطمة ها بأنها ستزورها الأسبوع القادم إن شاء الله. سؤال 13 بيقول، ماذا عرفت مريم من الطبيب المعالج؟ عرفت أن فاطمة أصيبت بهذا المرض الخطير منذ منتصف الإجازة الصيفية الماضية. سؤال 14، لما تغير شكل فاطمة وتساقط معظم شعرها؟ ها، قالك نتيجة لتناول الأدوية القوية المفعول، وهذا الذي غير من شكل فاطمة وجعل شعرها إيه أو معظم شعرها يتساقط. سؤال 15، ماذا اقترحت مريم على الطبيب؟ اقترحت مريم أن تجعل كل تلاميذ الفصل يأتون لزيارة فاطمة الأسبوع القادم. 16، ما الاقتراح الذي عرضه الطبيب لعلاج فاطمة؟ عرض أن تذهب فاطمة لزيارة زملائها ها في المدرسة. 17، ما آداب زيارة المريض كما فهمت من الدرس؟ آداب زيارة المريض، أول حاجة ألا تكون الزيارة طويلة، تاني حاجة إن احنا ندعو للمريض بالشفاء، وأن نمنحه ابتسامة أو نبتسم في وجهه حتى نخفف عنه إيه آلامه. آخر سؤال عندي بيقول، من الذي يشفي المرضى؟ طبعا مين؟ الله سبحانه وتعالى. دلل على ذلك من القرآن، قال تعالى وإذا مرضت فهو إيه يشفين. دي من الآية دي من سورة الشعراء، دي آية إيه 80. تمام كده، يا رب تكونوا فهمنا الدرس وعرفنا اللغويات بتاعتنا والمناقشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.